فيكم بافتتاح اليوم الثاني مهرجان لبنان المسرحي لمدرام المرأة. تحية لحضوركم جميعا للمسرح الوطني اللبناني، وتحية للشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا بهذه العروض المسرحية. هذا المسرح دائما مفتوح لكم لتقدموا كل عروضكم دائما بهذا المسرح. طلعت وشفت العالم والجمهور وال هيدا الرهبة اللي كل العالم في عمل مسرحي، في فن مسرحي بس الفكرة انه مش بس انه تتركز انه هي وين او اذا العالم قادرة تجي او لا، فكرة بس انه تتمنى انه يصير هذا الشيء ببيروت كمان، لانه هذا الشيء اللي اللهفة وكل العالم اللي جاية ومهرجان سور اللي عم يعملوه منها موجودة ببيروت. ما بقى قادرة أتحمل مشاكلك اليومية، ما بقى قادرة أتحمل إنه ما بعرف وقت الغداء، أنا ما بعرف إلى ساعة بترجع، ما بقى قادرة أتحمل إنه سخن الأكل مرتين بالفرن والضيوف اللي ولحوا شمال ويمين سكرانين هنا من الخلاف. هيك إذا شئت صراحة يعني قاسم اسطنبولي عن جد فتح لنا فرصة نحن الشباب، هلا نحن محرومين منه، يعني نحن هلا حنتخرج من الجامعة رح نقعد ببيوتنا، حتى هلا يعني المسرح مسكر بسبب كورونا، فهيدي فرصة كثير منيحة لنا انه نحن نبلش شوي نختبر الشغل بشكل عملي يعني على الأرض أكثر من الجامعة، وكثير فخورة يعني بكل شيء هون. بدي أوجه تحية لكل يلي تعبوا على هيدا العمل وعلى هيدا المهرجان، وبدي أتمنى التوفيق للكل. صراحة بعد الأزمات اللي صارت اللي عم نعيشها وكورونا وإنه تسكرت كل المسارح ونحنا يعني يدوب إنه ما عنا مسرح وطني، فالحمد لله إنه بالصور فينا نتنفس شوي لقينا مسرح وطني على القليل لهالخريجين أو لهالأشخاص اللي بدهم يعرضوا. أول شيء إنه بتعرف قد إيه إلنا نحن صرنا سنتين من وقت الثورة بلبنان نحن ناطرين إنه شوي يفتح المسرح، أو شوي ناطرين هيك أمل لنحس حالنا بعدنا موجودين، أو ناطرين هيدا الأمل يلي موجود عندنا بلبنان وبنقول يلا شهر الجاي حيفتح المسرح، لا شهر الجاي إنه بدنا نعمل شيء، إنه ما بدنا شيء بعد ييأسنا أكثر وأكثر أكثر ما نحن يأسنين عندنا بالبلد أكثر، فإجا هيدا المهرجان هيك عطانا بصيص شوية أمل إنه لا بعد في أمل شيء نعمله بهالبلد. يعني السينما خلص أوريدي عرفنا إنه هلا مستحيل بقى تفتح عنا السينما، وبطل في عنا أمل حتى الشورت موفيز نحن نقدر نقدمهم عنا بالبلد، فإجا قاسم عملنا هيدا بصيص هالأمل إنه لا مسرحياتنا قادرين نقدمهم.